يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر بعض أهل العلم أن مدارس التفسير تنقسم إلى أقسام ثلاثة، الأولى مدرسة التفسير بالمأثور ومثل لها بتفسير ذكر بعض أهل العلم أن مدارس التفسير تنقسم إلى أقسام ثلاثة، الأولى مدرسة التفسير بالمأثور ومثل لها بتفسير الإمام عبد الرزاق وابن أبي حاتم، والثانية مدرسة التفسير بالمأثور مع الرأي ومثلها لها بتفسير ابن جرير، والثالثة مدرسة التفسير بالرأي ومثل لها بكثير من الكتب. سؤاله: هل هذا التقسيم صحيح الذي ذكره؟ ليس بصحيح. من ذكر هذا عنه من أهل العلم؟ من الذي قال بهذا؟ من الذي قال بهذا؟ التفسير كما ذكروا، ذكر ابن كثير في أول تفسيره وابن جرير أيضا، إما أن يكون تفسيرا للقرآن بالقرآن، وإما أن يكون تفسيرا للقرآن بالسنة، وإما أن يكون تفسيرا للقرآن بتفسير الصحابة، أو تفسير للقرآن بتفسير التابعين تلاميذ الصحابة، أو تفسير للقرآن بمقتضى اللغة التي نزل بها. وهذا ما مشى عليه ابن كثير وابن جرير والأئمة المتقدمون. نعم.